طبعا يا جماعه انس اخوي تزوج من 5 ايام تقريبا من هلا، من يوميتها وانا يعني ولا بعرف اقعد بدونه. انس اصغر مني بسنه وفعليا انا وياه مثل التوينز يعني، فمش قادر استوعب ابدا انه طلع من البيت خلص يعني، مش ظابطه معي يعني. فكل يوم بختل لي مشوار بروح واخده وبهرب فيه. فهلا خطر على بالي نطلع مشوار بس شوي بعيد، وبدي ارن اشوفه بالبيت ونسرقه من 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 مرته. دقيقة شوي. رافع. يا حبيبي. ايش يابا؟ انا يا اخوي. شو اخبارك؟ تمام يا قلبي. شو عامل؟ بالدور والله قاعد. مرتك بالشغل؟ يا حبيبي. الله. طيب اسمع، جاهز انت؟ ايه؟ جاهز؟ لابس؟ يعني ها. كان طالع ها؟ اسمع، بدي اجي اخذك مشوار. خلص شو بدك بعدين تعرف. اسمع البس شورت وهيك واشياء ما تشوف فيها. طبعا يا جماعه انا بعرف ان انس شوي بخاف، ما بعرف يعني هذا اللي بعرفه عنه يعني، فبدي اخذه مكان شوي بخوف. هلا انا وياكم نشوف مع بعض والله يستر. مش بخوف هو الموضوع بس يعني خطير فوق ما تصور. نشوف مع بعض هلا شو بده يصير. هي وصلنا احنا. ما عندي مشكل بيك يعرف اني بحبك، ما عندي مشكل خيك يلمحني وانا حديك، ما عندي مشكل بيك يعرف اني بحبك. مورنينج برو. ما عندي مشكل. صباحك. صباحك حبيبي. شو يابا؟ شو؟ وين؟ شو تسوي؟ انا شو بسوي؟ انت شو بتسوي؟ شو كان بتسوي؟ زهقان في الدار. قاعد بشرب قهوه. طب رن علي بقول لي وينك، تعال اشرب قهوه. بس خلصت شغل من. وديت البضاعة و... الله يعطيك العافية. صدر ربك. شو؟ شو؟ وين رايحين؟ شو؟ وين؟ كان بعيد. اسمع أنا بحبش أفلامك ومشاويرك، بحبش تخطط لأي شيء أنا. جد. شو؟ لا والله ما في شيء، طالعين عجلون. عجلون؟ اسمع قبل فترة سامح حكالي عن مكان فيه زبلاينر وفيه تسلق ومش تسلق وكذا. حلو. كثير كان نفسي اعمل هذا الشيء انا وياك قبل ما تتجوز. يا اخوي خلص تجوزنا، في نسوان؟ ياه بس مليان يا زلمه. عليهم يابا. يلا روح روح روح. يلا هو شو ما صار، انا عقلي فيك طار، ما رح قلك انا شو بغار، هو الجميع خاني مجنون نظرين بهالعيون. طبعا انا ولا انت بنعرف المكان يا جماعة، مخيم رسون السياحي بمدينة عجلون. احنا عمرنا ما فتناها بس من كتر ما سمعت عنه حبيت اخذ انس ونجرب التجربة هي مع بعض. في كثير اكتيفيتيز جوا حنعملها مع بعض ويعني حننجن شوي مع بعض، فتعالوا نشوف شو في جوا. يلا يا جماعة وصلنا مخيم رسون السياحي مع فريق ادرينالين، حنعمل اكثر من مغامرة اليوم، وابو دغدغ حيعرفنا هسا ايش بدنا نعمل بالضبط. اهلا وسهلا، حياك الله. فخلينا نحكي هسه بنبدا المغامره. يلا بننزل كابتن امامك وبنشوف كيف الاجراءات اللي بنزلها. اوكي. بسبيل انه الان بس يكمل تحت نجهزك ونقول لك على بركه الله. اخوان لا يغركوا يعني محمد عنده عضلات وهيك يعني، وكثير الشاب البودي بيلدينج
بس هسه بورجيكو الكرش هذا شو بده يساوي. انا عندي ايرباج الحمد لله رب العالمين، يعني ممكن يعني واقي صدمات من اي شيء، حتى لو وقعت ما بصير فيه شيء، هو لو وقع هسه بتكسر. هسه نشوف. انا ابني بترن قاعد حكيت شيء؟ مالك شيء؟ ايش عمي؟ هسه بنشوف. يلا ما تصير تعيط يا اخوي ان شاء الله. نهائيا محمد. ومن الجبل نرمي لك حالي، ومن الجبل نرمي لك حالي، ومن الجبل يا شو جرب. اسمع جربها انس، انس جربها. قد وزنك، وزنك لورا. ايوه شد ركبك يلا لورا. اوكي رخ الحبل. لا ركبك خصري 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 يلا على السريع على السريع. اه ايدك بدي شبك. انا يلا سلام يلا عليك. اوكي ارخي حبيبي ارخي. بسم الله. طلع 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 محمد، طلع المصور تاع بس هيك. رافع ياو لا حلوه 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 بديش اروح يا بيبي.